تبقى انا فكرت في الفتره اللي انا كنت نايم فيها. يوه بتفكر ازاي وانت نايم؟ بتفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايم؟ ايوه طب انا هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر او اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم، عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ ايوه عشان نبقى دايما في بينا وبين بعض تلاقي. ماشي نعمل ايه؟ نتجوز. يا الف بركه. ده كمين ده ولا ايه؟ اسمعيني بس يا مقتدري، الكلام اخد وعطى. انا حتجوز البنت اللي اسمها فتحيه ديت كوعاء ليس الا، تخلف الواد ويبقى باسمك، بعدها بقى ناخد احنا الواد نتلايم عليه وننطر الوعاء. اياك شبيه بقى حاكم من كلامك البكاش ده يا عمده. انا عارفاك، أني خبزاك ووكلاك وهضماك، اطلع من دول يا عمدة هشك بشك. ايه ليه ده كله يا مقتدري؟ ليه ده كله؟ الله، وأني بعمل كل ده علشان مين؟ ما هو علشانك، العز والأملاك، بسم الله ما شاء الله اللي حوالينا وتحت يدنا والأراضي والمواشي دي كلها، هتروح لمين في الآخر؟ لأخويا ابن امي وابويا هيورثني، وهي دي صله الرحم. لا في روسنا لا، ارضينا ما تخرجش برانا ابدا. يعني اني هبقى ام الواد وبورق رسمي مكتب الصحه في كرشي، والدفاتر في كرشي، والمأمور في كرشي، وكله كله تحت السيطرة. هي قلت ايه؟ موافقة. حلو بس بشرط. مر ليلة دخلتك على المدعوة اشمعنى؟ تقضيها في حضناني. في ايه هذا يا الواد؟ وايه الزيت اللي عندك دي؟ ده فرح سلمبي يا عمدي اللي اهل البلد عملوه زعيم. اللمبي؟ واتجوز مين بقى بسلامته؟ البطاية يا عمدي، بطاية البلد، فتحية بنت حسان يا عمدي. يا فتحية ما تمت خدها اللمبي وطار. يا اهلا يا زعيمني. اتحشمي يا وليه وخش جوه. يلا خش جوه. عندتنا وحبيبنا. اهلا 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 والف مبروك. الله يبارك فيك. انا لقيتك اتاخرت، المفروض ان انت كنت تيجي تبارك لنا. ها وبعدين اتاخرت فقلت بقى لا، قلت لو حاجه جايه على هنا بقى انا والناس والمعازيم كلهم، ونيجي بقى ان انت ابوها بقى. ها مسكينه ولا ايه؟ يا اهلا وسهلا بيك. احنا خلاص، احنا دلوقتي يا عم بقى خلاص بقينا هنبقى اكل وعيش وملح وعيشه مع بعض، بقينا نسايب خلاص. نسايب؟ اه. بأمارة ايه يعني؟ اللي بأمارة ايه؟ مش متربية عندك في قلب الدار وانت ابوها الكبير؟ اه. وبعدين ده هي موكلاك، والظاهر انت كنت جعان ولا حاجة وهي. حط ايدك في ايده يا عمدة. وجاي بقى جيب بقى وهو بيطير من عندي. يا قطوطة بتنامي ليه بقى فجأة؟ قطاطة قطوطة بقى اصحي كملي. قطاطة أنا كنت متأكد إنك هنا. ازاي؟ ازاي تخرجي وأنت في الحالة دي؟
ايه ده يا انكل؟ هي كويسه اهي الحمد لله. من كويسه قوي النبي يا دكتور، في ايه ده حصل؟ مالك اسماعيل؟ انت ايه اللي جابك هنا يا دكتور؟ انا جاي امنع كارثه كانت هتحصل. عباس انا بحملك مسؤوليه حياه قطاطا وصحتها، لو جرى لها اي حاجه انت اللي هتكون مسؤول قدام ربنا اولا وقدام القانون ثانيا. ايوه لازم تتعاقب بالقانون كاي انسان عادي. جزره جزره جزره. انا كويسه يا حبيبي. شفتي؟ ما تدعمش نفسك يا حبيبي، انا كويسه. هو في ايه؟ هو انتوا اتجوزتوا ولا ايه؟ اتجوزنا ايه ونيلنا ايه؟ الجدعان هيقطعوا بعض عليا. والنبي انا كويسه يا جزره. ازاي انت كويسه؟ ايش عرفك انك كويسه؟ النبي كويسه. انا الدكتور هنا اعرف اذا كنت كويسه ولا لا. خليني اكشف على قلبك. هو يا ريما ايه ده؟ ايه حاله الانحراف اللي انت فيه ده؟ احبك انا احبك. شايف؟ من اتخرف. ايوه انا عارف هتخرف ليه؟ خرجت بدري من المستشفى. يا راجل واضح انها وقعت في غرامه. غرامه ده مين يا عمر؟ وده مين ده؟ سي جزر ده كمان عشان وقع في غرامه. ده انا مش شايفه جزر بقى. ده انا ياما عته كانت واقفه كده وعايزه تاخد مني بس يا دوب عته. وانا قلت ايه من حاجه. طب يلا يا اخت السجن مستنيك. روح بره يلا. تعالى موسى اهو. أحبك أنا غيرك تاني. أطاطا عايز أعد بموحه. عيب يا أطاطا عيب. يا حبيبتي، على العموم أنا رتبت أموري وزي ما اتفقنا ياسمين بنتي هتسافر معانا. لا أنا عارف ومتأكد إنك هتعوضيها عن عطف أمها وحنانها ومها الأسفية الجاحدة دي. ماشي يا حبيبتي، ماشي، مع السلامة. يومك يا ام ياسر عايزاك تنفخيها. ده انت هتقطعي النهارده كده، هتفرتكي النهارده كده، هتقطعي وضحكك هتبقى على اليوتيوب. ام ياسر اهي بين خد ياسر وام ياسر. ايوه عزيزي امك امان ام ياسر ام ياسر ام ياسر. لازم تخش تنفخيها يا ماسكة. ماذا يا سيبا بوعفة؟ سيبا حطت الاسم الوسط بالقلم بقى يلا دي بقى. النسوان اللي تابع يجوا يحبوا على ايد ستانا وتجراسنا. يلا يا مارا يلا يا وليه منك ليها. خلاص فين يا بنت؟ اوعي ايدك يا ست قطاطا سيبيني. بنت حضرتك بنتك صباح ملوحظ غير نفسك تيوت غير نفسك تيوت يا سيدي حبيبتي. قصدي الساعي طيب؟ مش عايز بقى الزيادة؟ مظبوط؟ ما تهمي يا ولاي. ايوه انا غيره بوس ايديها يا قطاطا، بوس ايدي المعلمة.